مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي لسباق الهجن العربية الأصيلة وانطلاقة الشوط الأول الرئيسي لثن الثنايا والمسافة 3 كيلومترات، شعارات كبيرة مميزة تحمل لنا قوة التحدي والمنافسة. المقدمة والصدارة مصيحة وراشد المريمن يقدم مصيحة، وتالي الأسماء وصلت الشاهينية، محمد بن سعد بن محمد من يقدم الشاهينية، وتالت الأسماء وصلت الشاهينية، وعبد الله بن سعيد بن أبجاد الهاجري هو خامس الأسماء، وصل الشقرة، وبدر بن دلهم الهاجري من يقدم لنا شقرة، وهنالك الأسماء القوية والأسماء المميزة والخمسة أسماء والخمسة نجوم حاضرة للمنافسة وإلى التحدي. نرجع ونلحق المقدمة والصدارة، الشاهينية محمد بن سعد بن محمد من يقدم الشاهينية، وتاني الأسماء وصلت مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، مصيحة وراشد المري من يقدم مصيحة، ولكن ثالث الأسماء وصلت الشكلة، الشكلة ومحمد بن سالم المري من يشكل الخطورة، وهنالك رابع الأسماء الشاهينية، وعبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري وخامس الأسماء. هنالك مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، أسماء قوية وأسماء مميزة، هنالك نترقب عن خط النهاية والمفاجآت الأخيرة والكيلومتر الأخير، ننتظر مفاجآت هذه الشعارات. الله الله الله، المقدمة والصدارة الشكلة ومحمد بن سالم المري من يشكل الخطورة ويشكل لنا هذه هي الخطورة، وتاني الأسماء الشاهينية محمد بن سعد بن محمد في تاني الأسماء، وتالت الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنالك الأسماء القوية والأسماء المتحدية، مصيحة وراشد المري، ولكن هنا الدخول مباشرة والتجمع السريع، وثالث الأسماء وصلت الشاهينية، وعبد الله بن سعيد، ورابع الأسماء وصلت الشاهينية، ومبارك وسعيد بن ستان المري، عزبي غادم لا محالة، ولكن الشاهينية وعبد الله بن سعيد بن أبجاد الهايري، وتاني الأسماء، تاني الأسماء الشكلة، الشكلة ومحمد بن سالم المري، وصلت هنالك، وصل شعار، وصل شعار المنافسة ليكون وتحركت الشاهينية، سعيد بن ستان المري، الشاهينية كلكم من بداية الشهر أسماء قوية وأسماء حاضرة للمنافسة، من الأخيرة المية متر التي تفصل عن الناموس وتفصل علي بن راشد الهاجري، عن وطن الناموس الشاهينية، الشاهينية وحمدان بن محمد بن راشد المري، والأمتار الأخيرة والأمتار الحاسمة، الله يا الشاهينية، وعبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري، ولكن الله، وصلت الشاهينية، الشاهينية وعبد الهادي بن حبيشة النابت المري، الأمتار الأخيرة والأمتار الحاسمة، الله
بني حباشة بني حباشة ولكن الشاهينية بني حباشة الشاهينية الشاهينية والشاهينية الشاهينية والأمطار الأخيرة شاهينية الشاهينية وعبد الهادي بني حباشة المري والمركز الثاني. المركز الأول كان من نصيب الشاهينية وعبد الله بن سعيد بن أبجاد، والمركز الثاني الشاهينية عبد الهادي بن حبيش المري، والمركز الثالث كان من نصيب الشاهينية وحمدان بن محمد بن راشد. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ساعة وصول الشاهينية لخط النهاية قطعت مسافة 3 كيلومترات 4:47.13. جزء تهانينا لمالك الشاهينية عبد الله بن سعيد بن أبجاد الهايري، تهانينا لجميع الفائزين.